السلام عليكم. احنا باقي في سلسلة حلويات العيد. المهمة ديالي انا ندير معكم لي صابلي. الوصفة ديال اليوم واحد الصابلي اللي كيجي شيش، كيجي بنين، كيكون بريستيج. انا كنحطو في لي بلاطو ديال لي غاتو بريستيج، هو الصابلي بالكركاع. هاد الوصفة احترافية، كتجي رائعة، ضروري تنوعو بها البلاطو ديالكم ديال العيد ان شاء الله. المكونات ديالنا ديال هاد الصابلي، عندي 250 غرام ديال الدقيق، 180 غرام ديال الزبدة، 180 غرام ديال السكر كلاسي، و 180 غرام ديال بودرة الكركاع أو الجوز. عندي هنا بيضة واحدة، قبصة الملح، واحد كيس ديال الفانيلا. هانتوما إلا لاحظتو المقادير بسيطة وسهلة، حتى في التكوينة ديالها يعني نفس الكمية من الكركاع والزبدة والسكر وبيضة واحدة. هاد الصابلي نقدرو نخدمو بيدينا كيف نقدرو نخدمو في الباتور، اللي هو الطريقة أننا كنصابليو الدقيق مع الزبدة، ماشي بحال الصابلي اللي كنديرو العادي. نديرو الدقيق، ندير معاه كيس فانيلا، قبصة الملح، ونزيد ليه الزبدة. غادي ندور هاد المكونات في الباتور حتى يترملو لينا. هانتوما إلا لاحظتو أنا استعملت الباليت باش نرمل هاد الخليط اللي هو الدقيق والزبدة بحال الطريقة ديال لاباط بغيزي. صافي، الخليط ديالي واجد. هانتوما شوفوا القوام ديالو، هانتوما غير الفرتات، ما نخليش حتى يتعجن. دابا غادي نزيد ليه سكر كلاصي والكركاع، نزيد سكر كلاصي، الكركاع اللي هو مطحون، هانتوما طحنتو، ونعاود نخلط. تنسجمو عاد غادي نزيد هذيك البيضه كامله، سرعه منخفضه. بعد ما تخلطوا المكونات نزيد البيضه الكامله ونعاود نعجن الخليط. غير تجميع العجينه صافي، نقص ما نقلكهاش. صافي، العجين هانتوما كتكون رطبه، صافي تجمعت. هانتوما شو العجين راه كتكون رطبه. غادي نجمعها، نستنى غير شويه ديال الدقيق، ما خصنيش نقول لك غير غادي تجمعوا المكونات. صافي، العجين ديالي جاهز، حيت كتجي هشيشه الكركاع راه كيهشش لينا العجين، ولكن عرفتي المذاق ديالك كيجي خطير. نحاول نخلطها مزيان، نديك دقيق حيت رطبه. هانتوما شوف كي رطبه، هاكا خصها تكون. غادي نجمعها، نديرها في كيس بلاستيكي او في السلوفان، وغادي نخليها ساعتين ثلاثة د السوايع، ولا قدرتو تعجنوها بالليل وتبيتوها الصباح غتجي احسن. ناخد واحد الكيس بلاستيكي، دابا راه كتلصق فيه تجمع. غادي نخليها حتى الصباح، عاد غادي نكمل التحضير ديالها، نسبحها ونخدمها. يلا حتى الصباح نرجع لكم. العجين من بعد ما دوزت ليله في الثلاجه انا عجنتها بالليل،
غادي نسرح هذه نجيل ديال اكياس بلاستيكيه. هذا الصابلي كيكون هو كنديروا فيه واحد الحبه، ما كنديروش زوج، يعني ما كنديروش وحده متلاصقه مع الاخرى. لهذا غادي تكون العجينه غادي تكون شويه غليظه، تقريبا غادي نديروا ليها 3 ملي. كيف كنسرحوا ديما راه كنبداو من الوسط ونسرحوا الفوق نعاود نسرحوا القدام، او كذلك هكا الجنب. ديما كنبداو من الوسط باش هنا الداخل ما يكونش ليا غليظ، حيت غالبا ملي كنسرحوا كينقدروا الجناب كيرقاقوا والوسط كيبقى لينا غليظ. انا اختاريت عندي مقطع بهذا الشكل، بسم الله. باش نهز لي صابلي ديالي مقادين، كنقلب انا بهذه الطريقه ونهز نحيد هذوك لي شوت، يعني الطرف اللي ما مقطوعينش كنحيدهم مع الاولي، حيت هذه العجينه غتجيكم رطبه. هذا الصابلي كيكون رطب لانه فيه الكركاع، الكركاع كيهشش لينا العجين، ولكن راه في الماكله كتذوب في الفم، كتذوب في الفم. تستاهل الصابلي ديال الكركاع من بين الحلويات اللي انا كيعجبوني وكنحضرهم بزاف. انا اختاريت غادي نديرها فوق السلطات باش تعطيني داك الموتيف شي كي كنهزها، ما نحاول نهزها بالقاعده باش يبقى الشكل ديالها محتفظ عليه ما تعوجش ليه. نحب نصف كاع لي صابلي ديالي في القاعده، ما كيتعوجوش بهذه الطريقه ديال الخدمه اللي درت. الصابلي ديالي ديال الكركاع ها هو يلاه خرجته من الفرن. انا استغرق ليا تقريبا 17 دقيقه ماشي 10 دقائق. هانتوما شوفوا غادي نقربوا نتساوي من هذه الواجهه من الواجهه الثانيه، حيت هو كيتنفخ واللون ديالو بني فاتح، خصو يكون على هذا اللون كيجي مكرمل وكيجي اللون ديالو كيجي. دابا غادي نخليو هاد لي صابلي ديالنا يبردو تماما، عاد غادي نديرو ليهم التزيينه ديالهم. الصابلي ديالنا ديال الكركاع الصابلي ها هو من بعد ما برد زينه اللي درت ليه انني غطستو في الشوكولا النصف ديالو ودرت ليه واحد الحبه ديال الكركاع باش التذكير ديال المكون ديال الرئيسي ديال هاد الصابلي. دابا راه فاطر الحجامه صندوق هاد الصابلي هذا هذا ما كنضحك لا تفتحش عليك التذويقه صندوق بسم الله راه كيذوب في الفم كيذوب بسم الله. ايوا كيذوب خصوصا ملي كيدير ليه الشوكولا غيش ماشي سوق الشوكولاتي اللي كيف قال لينا الشاف هاد الشوكولا طريقه سهله باش تغطسوا فيه هذا الصابلي ديالكم انكم تذوبوه على درجه ديال 28 وصافي وغطسوا فيه الشوكولا ديالكم وتخليه كينشف كيبس ما كاين لا طبلاج لا والو. واللي ما عندهاش الميزان ديال الحراره ديال الشوكولا غير تذوب الشوكولا وتبردو بقاو تحركو حتى يبرد
تتقيسي بالكم بارد ولكن هو مطلق مطلق. والجربة وحيدة ديروها وخليها تتنشف، ما تنشفش في الثلاجة، تنشف غير هكاك في لا تمبيراتور نورمال، لان المذاق ديال الشوكولا مختلف. نعم، التعلقة بالسكر الشوكولاتي. بصحة وراحة، يلا شي مباركة اللي كيشاهدنا أول مرة يشترك في القناة، انقر على الجرس لنصبح جديد، حطوا إعجاب، كمل يا ماما، ما خليتي كملي حطوا التعليقات ديالكم. يلا بالصحة والراحة، وواش مبروكة.